أجدد الترحيب بحضراتكم في الجزء الثاني من جمهور الثالثة، وضيفي وضيف حضراتكم نجم الزمالك ومن قبله انبيا ومن بعده الاتحاد السكندري عماد السيد. رحلة طويلة في حراسة المرمى، مشرفنا ومنورنا النهارده عمدة. مساء الورد ووحشنا كتير جدا. مساء الورد يا إيمان عليكم وعلى كل المشاهدين ان شاء الله. مبارك ايه؟ الحمد لله تمام زي الفل. الدنيا كده تمام؟ اه الحمد لله تمام. الحمد لله. تعال نشوف التقرير وبعدين نبتدي كلام. يلا بينا. صاحب الخبرات الطويلة والمسيرة المميزة بدأ رحلة كفاحه داخل جدران الزمالك وامتدت مع العديد من الأندية ليكتب اسمه ضمن الحراس المميزين في الدوري المصري. عماد السيد المولود في 6 أبريل عام 1986 حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري، بدأ مسيرته رفقة نادي الزمالك فلعب في صفوف الناشئين وتم تصعيده إلى الفريق الأول، لكنه رحل بحثا عن إثبات الذات نظرا لأنه لم يأخذ فرصته. انتقل إلى صفوف طلاع الجيش وظهر بشكل رائع للغاية جعله يرحل إلى فريق إمبي الذي سطع فيه بقوة بعد المستويات المميزة التي قدمها. ارتدى قفاز الإجادة رفقة الزعيم البترولي ففتحت له أبواب العودة مجددا إلى الزمالك لينتقل إلى الفارس الأبيض مطلع موسم 2018-2019، إلا أن التوفيق لم يكن حليفه. صادفه سوء حظ كبير نظرا لتألق محمود عبد الرحيم جنش في هذا التوقيت، إذ شارك خلال هذا الموسم في 9 مباريات فقط، حافظ على نظافة شباكه في 2 منها. لعنة الإصابة لم تتركه وشأنه، فبعدما كان قريبا من اللعب في ذهاب نهائي الكونفدرالية مع الزمالك أمام نهضة بركان في المغرب تعرض لكسر في إصبع يده مما أدى لإجرائه جراحة أبعدته عن اللقاء. وبعد موسم قضاه داخل جدران القلعة البيضاء ساهم خلاله في عودة الزمالك إلى منصات التتويج الإفريقية عقب الفوز ببطولة الكونفدرالية لأول مرة في تاريخ النادي، فشد الرحال إلى الاتحاد السكندري فظهر بمستوى مميز رفقة زعيم الثغرة، فأصبح من أعمدة الفريق الأساسية وأحد أسباب استفاقة الاتحاد هذا الموسم، إذ يتواجد الفريق في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري فخاض معه 15 مباراة، سكنت شباكه 12 هدفا وحافظ على نظافتها 7 مرات. عن أسباب رحيله من الزمالك وسر الانتقال إلى الاتحاد، طموحاته الفترة المقبلة، وأسباب خروج الاتحاد من البطولة العربية على يد الإسماعيلي، وما هو سر الطفرة في أداء سيد البلد تحت قيادة طلعت يوسف، كواليس التتويج ببطولة الكونفدرالية وأصعب اللحظات التي مرت عليه. كل هذا وأكثر يجيب عنه عماد السيد ضيف جمهور التلتة مع إبراهيم فايق. مشيت من الزمالك ليه؟ على طول كده؟ ما فيش والله، يعني هي كانت تجربة طبعا استفدت منها كتير. مشيت عشان كنت بدور على اللعب برضو، يعني انت كنت بتلعب خلاص. خلاص ده العملية كانت اتظبطت اهي. كان جنش طول الموسم وبعدين توقف قبل المباراة بتاعت الكونفدرالية. تمام. وبعدين انت خلاص بتلعب ماتش الدوري قدام الداخلية. تعورت. وماشي ايه؟ ماشي اكس. ماشي كويس. ماشي كويس. وتتصاب. اتصبت بقى الحمد لله طبعا. جيت بعد كده طبعا الدوري توقف. جاء اصابة جنش، كان في توقف. جنش اتعور بعد كده، يعني سمعت بقى قبل ما نسافر قبرص ان النادي بيتكلم مع النادي عايز يجيب جونين عواد وابو جبل. انا قبل ما جنش يمشي على فكره انا كنت طالب ان انا امشي برضو. انا زي ما قلت لك جنش كان عامل سنه ما شاء الله عليه، طبعا مفيش احسن من كده. كنت عايز امشي، كنت عايز العب، كنت بدور على اللعب. فلما جنش اتعور برضو النادي كان بيدور على جونين، كان عواد وابو جبل. فانا كنت واخد قرار ان انا امشي. حسيت انه يعني انا مش في الحسبان، مش معمول حساب. مش هيبقى ليا دور، وانا ما احبش ابقى في مكانه ماليش دور. ما استنيتش اقول يمكن الدور يجي، ما انا برضو انت حارس محترم وبعدين ابن من ابناء نادي الزمالك وطالع من نادي الزمالك، صبرتش على نفسك؟ خاصة ان انا عارف ان انتوا كلاعيبة بتحسبوها احيانا، انا مش بقول ده بشكل عام، يعني بتحسبها حسبة ان انا
خرجت من الزمالك بس ديني رجعت اهو، ديني موجود جوه نادي الزمالك تاني، وده بالنسبه لك بيبقى غايه. بص هي الفكره دي كانت موجوده، انا قعدت في نادي الزمالك 14 سنه لعبت ناشئين، كنت موجود فترات كبيره على فكره، انا عندي 15 سنه او 3 14 سنه او 15 سنه درجه اولى. كان موجود كابتن عبد الواحد وكابتن محمد عبد المنصف، وخدت بطولات معاهم على فكره والفتره كبيره. ولما رجعت كان عندي امل ان انا العب والظروف تخدمني. الحمد لله يمكن برضو الفترات اللي شاركت فيها كنت كويس. شايف نجاح جنش برضو السنه دي نجاح ليا انا برضو. انا لو ما كنتش كويس ما كانش جنش هيبقى كويس. علاقتي بيك كويسه جدا، كنا دايما شادين بعض في التمرين. وعمر خلاص خدت الكونفدراليه، وكنت واخد قرار ان بعدها ان انا لازم امشي. كنت واخد قرار ان انت ان انا لازم امشي. عمر صلاح قال لي انه هو كمان مشي بعد الكونفدراليه. عمر مشي بعد الدوري. بعد الدوري. انتوا الاثنين، يبقى انتوا الاثنين كنتوا سامعين انه. بص انا يمكن انا بالنسبه لي القصه كانت مختلفه شويه عن عمر. يمكن عمر اتظلم. اتظلم. عمر حملوه اتحمل مسؤوليه المباراه. عمر يعني دفع فاتوره مش فاتورته. يعني فعلا. حاسب على فاتوره مش فاتورته. ودايما انا دايما بقول كده، انا يعني انا بالنسبه لنا مش مشكله ان انا امشي. انا لعبت زمالك لعبت زمالك وانبي وطلع لعبت زمالك وانبي وجيش. يمكن الموضوع هيبقى صعب على عمر شويه في الاول. وانا دايما بقول له الكلام ده. لان عمر برضو لسه الخطوه معاه يعني ما ظبطتش، مش هتظبط معاه لما يلعب. هيحس بالفرق بقى انه لاعب. هيبدا يتاقلم لان هو كل حياته داخل نادي الزمالك. صحيح. عمر اتاخد من ضل النار زي ما بيقولوا. صلاك الراجل يعني اتاخد من ضل النار. ده حكالي في الموضوع بتاع الكونفدراليه ده انه قبليها كان بيتمرن لوحده، ما كانش بيتمرن معانا دايما. كان دي بيجي التراي ماتش واليوم اللي قبل الماتش الخفيف. ما كانش بيتمرن معانا. غريبه دي برضو يعني هو الراجل كان دماغه كده. جروس كان دماغه كده. جروس كان دماغه كده، ومدرب الاجوان دماغه كده، ان هو بيركز مع جونين اللي هم في الماتش بيتمرنوا التراي ماتش والخفيف بيتمرنوا. حتى كان هو دايما يجي يشتكي لي انا وجنش، فكنا نقول له طب ادخل الجيم شويه قبل التمرين، طب ادخل اتمرن، طب انت مش عارف ايه، دوس على نفسك. ده جود. ما احنا ما هو جون، احنا مقتنعين بالكلام. بس احنا ثلاث خشبات يا جماعه. بس احنا دايما كنا مش عايزين نهمده، مش عايزين تهبطوه. كنا بنقعد نقول له مثلا اتمرن، دوس على نفسك شويه. فهو فجاه لقي نفسه خلاص هو محطوط يلعب كونفدراليه. لعب وكان كويس. يمكن هو كان قاعد، بيقول لك كان قاعد مع ميلا بين شوطين ماتش الداخليه. بس انا هقول لك على القصه دي بقى. احنا جنش اتوقف ماتش النجم، مطرد في ماتش النجم. رجعنا كان في ماتشين قبل النهائي. كنا هنلعب دجله وهنلعب الداخليه. فالطبيعي ان انا هلعب. فرايحين التمرين، جنش جايين التمرين، هتلعب ومش عارف ايه، وربنا يكرمك الماتشين دول عشان النهائي. فيوم الماتش اتفاجئت ان فجنش يوم التمرين خفيف بيقول لي ده الراجل حاططني في السكور هقعد لك. طالما حاططني في السكور يبقى انا هقعد لك. فاتفاجئت يوم الماتش ان انا مش هلعب. يوم ماتش ايه؟ يوم ماتش ودجله. دجله. دجله. وبعدين الداخليه. وبعدين اتفاجئت ان انا مش هلعب. لانه المفروض الراجل يجهزك، انت اللي هتلعب ماتش الكونفدراليه. هلعب الكونفدراليه. انت هتلعب نهائي. هتلعب نهائي. فالمفروض يجهزك انت، ما يجهزش. وانا ما صدقت ان في ماتشين. اخد فيهم بقى الحساسيه. انا برضه قبلها لعبت ماتش بيراميدز. الراجل حرب قبل الماتش، حرب كل شويه مش عارف عمر خربين. واسمع مش عارف مين يا جماعه في ايه. طيب فرقه مرعبه. ماتش هلعبه. فاجيت قبل الماتش، ماتش التشكيل اتقال، لقيت نفسي مش هلعب. محدش قال لي حاجه، انا رايح ومجهز. جهز نفسك. ان انا هلعب. شدد الشده وبتاع. فاتضايقت بقى. فجنش واحنا نازلين بيقول لي والله ما اعرف. قلت له لا عادي، وما انا معاك وفي ظهرك وربنا يكرمك وتكسبنا النهارده. فاتضايقت شويه. انا الراجل كان بيحبني على فكره. يعني مستر جورس كان بيحبني. فاتضايقت شويه، خدت جنب كده منه شويه. جينا قبل ماتش الداخليه، لقيته بيقول لي انا عارف ان انت متضايق وزعلان ان انت ما لعبتش دجله، بس انا مش عايز العبك الداخليه. قلت له مش هتلعب. والله قلت له مش هتلعبني الداخليه ازاي؟ قال لي انا مش عايز العبك الداخليه. مش عايز العبك الداخليه والعبك النهائي على طول. ازاي؟ فقلت له ازاي يعني انا انت يعني انت عارف انت بتقول لي ايه؟ انت عارف ان احنا لو خسرنا الكونفدراليه بعد وانا اكون سبب مثلا ان احنا نخسر الكونفدراليه، انا عارف ايه اللي هيحصل فيا هنا من الناس. قلت له لا طبعا انا لازم العب، انا كان لازم العب الماتش اللي فات والعب الماتش ده. راح قال لي انا مش عايز العبك عشان انت هتتعور. قال لك مش عايز العبك عشان انت هتتعور. فانا قلت يمكن هو بيقول كده اي كلمتين ايه يعني.
بيبرر لنفسه مثلا ان هو ما لعبليش ماتش دجله، بيقول لي اي كلام وخلاص. فانا قلت له لو انا مكتوب لي ان انا هتعور فهتعور وانا في تمريني، هتعور وانا في البيت حتى. ليه مولانا ده مغسل وده من جنه؟ والله زي ما بحكي لك كده بالظبط. قال لك هتتعور. فالمهم لعبنا، بدات الشوط الاول دخل بين الشوطين قال لنا، انا قال لنا كده بالظبط، قال لنا في حاله طرد فمش عايزها تبقى من عندنا. اتحرك بقى يا جدع. والله العظيم اقسم بالله زي ما بحكي لك. فبهاء مجدي اتطرد، اللي هي ضربه الجزاء بهاء مجدي اتطرد. والله زي ما بحكي لك. فدخل بين الشوطين برضو قال لامير مرتضى، قال له هو انا ما ينفعش ايد منصف جون، منصف جون رابع معانا في اسماعيلي دلوقتي. فاستاذ امير بيقول له ليه يعني انت، يعني وانت مش طايق عمر للدرجه دي يعني؟ قال له لا انا عايز جون يقعد لعمر عشان عماد هيتعور. والله زي ما بحكي لك الحكايه العجيبه دي. فانا اللي قال لي الكلام ده استاذ مرتضى بقى، وكان الدكتور محمد اسامه بعد بعد الماتش بقى. بعد الماتش. فانا لما اتعورت في الملعب جيت بعد الماتش بقى، انا يعني ايه الراجل ده بقى انت قلت لي؟ رحت قلت له بقى، قلت له بعد ما عملت العمليه وخرجت بعدها بثلاث ايام، رحت رايح قلت له بقى، قلت له وانت خد تعالى بقى انت، قلت له انا عايز افهم انت ماشي مع انهي دجال، انت ماشي مع انهي شيخ. قلت له انا عايز افهم انت ليه قلت لي كده؟ فقال لي انا من 20 سنه كنت ماسك فرقه في سويسرا وحصل نفس السيناريو، والجون الاساسي اتعور والاحتياطي اتعور في ماتش، والجون الثالث اللي لعبه عمل ماتش كويس وخدت البطوله. ولعب عمر وعمل ماتش كويس الماتش اللي هناك وخدنا البطوله. وخد البطوله جنش. وخدنا البطوله. زي برضو موضوع التغيير الثالث. يعني هو بالنسبه له التغيير الثالث بس الاول احنا ما خلصناش دي. ده انت انا بحب الحاجات دي قوي خد بالك. اصل انا يعني لما بسمع الحاجات دي دايما بتعامل بمنطق المشاهد، ما بتعاملش بمنطق والله العظيم الاعلامي اللي هو ده كلام. لا لا والله ده اللي يعني حصل. اقسم بالله ده اللي حصل بالظبط زي ما بحكي لك كده بالظبط. ده اللي حصل. يعني ده اللي حصل بالظبط. هو السيناريو هو قاله وحصل له بعد 20 سنه فهو من كتر ما الموضوع معلق في دماغه فتوقعه بالشكل ده. بس ده بشكل مرعب لدرجه ان هو توقع الطرد اللي يحصل، ويتوقع كمان ان هو عايز يقيد حارس. كنا مسمينه العراف. والحارس ده العراف. هو كان كده طول الوقت. طول الوقت، طول الماتشات كده. وكان ندخل مثلا ماتش، يعني هو دي مش حاله فرديه. لا 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 مش حاله فرديه. هو كان وماتش بيراميدز برضه قال لنا قال لنا في حاله طرد، قال لنا الحكم النهارده هيطرد حد مش عايزينه برضه يكون من عندنا، واتطرد من عندنا عبد الله جمعه. والله العظيم زي ما بحكي لك يا عم الجو المرعب ده يا عم. والله العظيم زي ما بحكي لك كده بالظبط. مواقف كتير كان بيقولها لكم قبليها، بيقولها لنا قبلها في المحاضره بتاعت الماتش مثلا. يقول لنا مش عايز يحصل كذا كذا، وخلوا بالكم من كذا يحصل. ازاي؟ في حاجه في كده؟ يعني مثلا التغيير الثالث ده مثلا بالنسبه له كان كابوس. كان كابوس، هو مش عايز يغير. ما بيحبش يغير التغيير. ما بيحبش يغير التغيير الثالث ابدا. احنا طول عمرنا في الاستوديوهات التحليليه والناس بتقعد تسال هو ليه ما بيغيرش؟ انا احكي لك موقف. ننزل انزلوا لنا بالموسيقى التصويريه. عماد السيد يكشف اسباب التغيير الثالث، تاخير التغيير الثالث. لا التغيير الثالث ده بقى ليه قصه معانا غريبه. كنا النجم الساحلي الماتش اللي اتطرد فيه جنش. جنش اتعور، وقع الاول داخل، اتخبط خبطه جامده داخل. انا قمت لبست. كنت هنزل، فنادالي وقفت جنبه على الخط، قال لي هتنزل عادي ومفيش اي مشكله خالص. انت جون كبير بالنسبه لي وزي جنش، احنا كده كده مش هيدخل فينا جوان باللفظ كده والله العظيم. فالمهم جنش قام بعد ما انا لبست خلاص هنزل، التغيير اتعمل هنزل. فجنش قام وقف وعلى رجليه وخلاص. فالمهم احنا فاضل بالظبط 8 دقائق. 8 دقائق كان موت. 8 دقائق موت. فامير عزمي وايمن عبد العزيز، امير وكابتن ايمن طبعا وكابتن امير عزمي، رايحين جايين عليه. ينزل عبد الغني. ينزل يلعب جنب محمود علاء والونش. لان هم خلاص النجم عمال يلعب الكره العاليه الطويله، خلاص بيعلق كل حاجه ورامي نفسه. فاحنا عمالين نقول له اعمل تغيير عشان خاطر تامن دفاعاتنا، تامن بيه الدفاعات وخلاص بقى، يعني نكسب بيه دقيقتين ثلاثه برده. انا ما اطلع حد من الملعب زي ما بيحصل في الطبيعي. فهو مش راضي. فانا رحت انا وكهربا، كان معاه مساعد بتاع احمال اسمه ابو زيان. فرحنا له وعمالين نكلمه مش راضي، يقول لنا سيبوه. رحنا له مرتين ثلاثة أربعة زنين عليه. فراح قال له عايزين مدافع. قلت له نزل عبد الغني، نزل عبد الغني. فرحت له أنا مرة، وكهربا راح له مرة، وكابتن أيمن عبد العزيز راح له، وكابتن أمير عزمي. ففضلنا بقى عند أبو زيان. رحنا لأبو زيان، فهو وقف عبد الغني جنبه. كل ما التغيير يجي يتم يمسك عبد الغني من إيده يقول له إيه، استنى ويت ويت ويت. فاحنا فمن بره احنا بقى عمالين يلا مش عارف ايه. لو دخل فينا جون الدنيا مجيح خلاص، الدنيا تبقى سواد، انت كسبان 1-0 الشلاحات خلاص وضربات جزاء بقى وخلاص انت ونصيبك. فهو عمال يقول لي ابو غني ايه، اهدى اهدى اهدى.
فاحنا ليه زننا كتير بقى فخلاص راح منزل افغاني. افغاني حط رجله في الملعب اتطرد جن كارت احمر. الراجل يعمل ايه بقى؟ راح لافف بصص لي وعامل لي كده. راح كهربا قاعد جنبي. قلت له كهربا احنا شلنا الليله خلاص. كهربا قول لي طب لو جه فينا جون دلوقتي هنعمل. قلت له المشكله مش لو جه فينا جون دلوقتي. المشكله ان عمر هيعمل ايه في البلانات؟ هيعمل ايه في ضربات الجزاء؟ يعني هتعمل ايه خلاص؟ تاني يوم محاضره ساعه بقى. ساعة ايه بقى؟ ساعة تغيير تالت. انا مع محدش يقول لي تغيير تالت. انا طول عمري كده انا تغيير التالت ده بعتبره مش معايا عشان لو حصل جون اتعور جون اتطرد. لكن ان انا اغيره كده لا. ما بيعتبرش التغيير التالت. التغيير التالت دي قال لنا كده لنا بقى 40 سنة مدرب. التغيير التالت دي بالنسبة لي الإصابة اضطراري بس. فما حدش كلمني فيها. غريبة قوي. لا هو دماغه غريبة. دماغه غريبة. دماغه غريبة. بس كان كوتش جامد ها؟ طبعا مدرب ما حدش ينكر. بمناسبة كهربا في فيديو كده تعالى نوريه لك وتعلق لنا عليه. ماشي. يلا. ايه اللي حصل بقى في اللقطة دي؟ بص يعني انا دايما كنت بتعامل يعني انا الحمد لله برضو يعني انت اللي كنت جنبه دلوقتي انا وحازم. كان حازم خارج اصابه فانا دايما ليا كان ليا معزه عند اللعيبه الحمد لله يعني فبيسمعوا كلامي وانا بحب نادي الزمالك يعني كنت دايما بحب ان انا ما يحصلش مشكله. هو ايه كانت رجليه بتوجعه ولا ايه ولا بي ولا لا لا هو متضايق ان هو غير متضايق ان هو اتغير تغير. فانا عارف ان دايما الكاميرا هتبقى معانا احنا بالذات فرحت انتم واقفين عليه والله. انا وقفت والله قدامه عشان الكاميرا وجبت مصطفى الدكتور العلاج الطبيعي برضو ان هو يقف قدامنا عشان ما بس ليه قوي كده؟ ليه دي كان متضايق قوي كده ليه؟ كان متضايق جدا ان هو خرج كان متضايق وقفت قدامه ان انا تخبيه خبيه من الكاميرا عشان ما يقولش اي حاجه ما تجيبش حاجه تيجي عليه. خلاص يا شباب خلاص بس هو طيب برضو. بص يعني في ثانيه كان بيهدى في ثانيه يعني كهرباء على قد ما هو كده بس طيب جدا يعني يطلع وينزل ما فيش والله. في فتره من الفترات اتقال بقى كلام انه الزمالك ومعمول له اعمال وبعض اللعيبه معمول لها اعمال والحاجات اللي شبه بص كده. بص انا هقول لك يعني لو انا قلت الكلام ده في ناس تتريق بس اقسم بالله ده حقيقه. وايه اللي حقيقه؟ موضوع الاعمال. انا بقسم بالله وقسم هيحاسبني عليه ربي حقيقه موجوده. يعني انا في ناس بتتريق وفي ناس بس الحاجات دي مذكوره. اشرح. يعني في لعيب لا داعي لذكر اسمه كان بيتعور باستمرار. لعيب بيتعور باستمرار فجاه لقينا حاجه في الجزمه بتاعته. لقيته حاجه في الجزمه بتاعته؟ حاجه في الجزمه بتاعته. ايه الحاجه اللي لقيتها؟ حاجه غريبه كده بقى ما فانا بقول لك ان ده لعيب كان في فرقه ومشي. لا لا كان موجود. موجود لحد دلوقتي؟ موجود لحد دلوقتي. فمش هقول اسمه طبعا. يعني تقصد انه عمل فردي للعيبه بشكل فردي مش عمل للفريق كله؟ لا لعيب لعيب بيحصل. ما انت خلاص طالما وصلت الفردي ما انت ممكن تعمل جماعي. ايوه طب وايه اللي وصل حد يعني دي حاجه غريبه برضو. معنى الشوز بتاع اللعيب دي غريبه قوي يعني طب ما ايام الكابتن حسام ابراهيم ما كانوا شغالين في النادي برضو حاجه موجوده برضو في اوضه اللبس. انت كنت موجود معاهم ساعتها؟ لا ما كنتش موجود بس سمعت سمعت برضو. فانا بقول لك ان انت ما انت بص دايما ممكن واحد يكون ما يكونش عايز الفرقه تنجح ليه هدف في دماغه حد من جوه النادي. وبعد ما شلت له الحاجه اللي كانت في لعبه بقى ما شاء الله عليه دلوقتي من احسن الناس في الفرقه دلوقتي. ما تحاولش تقول لي مين عشان مش هقول لك مين. ما لا ما تقولش اصل بفكر بس في حاجه انا يعني ما كمل. طب بس كلام والله العظيم فعلا انا انا بقول لك انا شفت بعيني بس دي حاله فرديه. دي حاله فرديه يعني ماشي. وارد كابتن برضه في كباتن كتير كانوا بيتكلموا قبل كده انه الاعمال الفرديه دي موجوده يعني. بص وللاسف على فكره حد يتاذي بشكل فردي دي موجوده. هقول لك على حاجه بس مش الموضوع مش فريق بقى الموضوع بقى اوفر قوي عندنا هنا. خلي بالك الموضوع ما كانش موجود بقى الموضوع موجود دلوقتي عندنا في مصر. وفي ناس معتقده بكده وفي ناس بتعمل كده وفي ناس مفكره ان هو معمول لها. ممكن تكون حاجه في دماغه هو معتقد بيها. بص السحر موجود محدش يقدر ينكره لكنه في النهايه برضه في مبطلاته. الاذكار والحاجات دي كلها طبعا مبطلاته كتير يعني اقصد انه يعني علشان ما يكونش تصدير الموضوع للناس. لا بشكل انا بتكلم في حاله انا بكلمك في حاله فرديه في حاله فرديه انا بكلمك في حاله فرديه وانا شفتها بعينيا وما بقاش يتصاب بعديها. لا ما بقاش يتصاب ما فيش
مفيش حاجه تاني، مفيش حد تاني، لا مفيش حاجه له تاني. فانا بقول لك الحاجات دي انا بتكلم فيها حاجات فرديه. وممكن تكون انا ممكن النهارده احب اشتغل حد مثلا، اعمل له اي حاجه اشتغله بس اخليه يوسوس كده مع نفسه. ممكن انا وانت في مكان واحد مثلا ممكن اعمل لك اي حاجه لكن مش فكره ايه الفرقه بعمل لها ما تجيبش جوان ويخش فيها جوان ومش عارف ايه. انا بقول لك انت طالما وصلت لحاله فرديه، انت طالما وصلت لحاله فرديه ما انت ممكن تكون في حاجه معايا برضه بتعمل ليه. لا يا عماد انت مشيت من الزمالك ليه يا جدع؟ ما انت ما تبوظليش دماغي. احنا كنا ماشيين كويس. طب ما خلاص انت ما تاخدنيش في القصه. احنا كنا ماشيين كويس. انت بتاخدني في القصه دي، ارجع لنا القصه دي تاني. ايوه مشيت من الزمالك ليه؟ انا مشيت عشان خاطر ان انا بدور على لعب. عايز العب باستمرار. بس كده. بس كده. جت ازاي بقى الفكره انك تروح انبي؟ الاتحاد السكندري والاول كان انبي. انا الاتحاد طبعا الاتحاد نادي كبير وفرقه كبيره و يعني انا بحب دايما فريق الاتحاد. مش كلام بقى لا تمثيل ولا رياء. انا يمكن انا مرتين ثلاثه كنت وانا في الزمالك ايام ما كان في الدوري بقى بجمهور، كنت قعدت مره الكابتن عبد الواحد ومره الكابتن عبد المنصف. دول مرتين اللي حببوني في الاتحاد، في الاتحاد جمهورهم. المرتين الماتشين كانوا في الاتحاد من حسن حظ يعني في اسكندريه. فشفت جمهورهم فانا كنت حابب جمهورهم يعني. حابب الجمهور وحابب الحاجات اللي بيعملوها وحابب تشجيعهم. وعلى فكره يمكن انا ثلاث مرات او مرتين كان يجي لي الاتحاد ده الماتش ده انت كنت عامله كويس قوي. ماتش الزمالك. وعمال تشيل وفي العرض وتحت وفي القايم وايه بص. فبصراحه برضو لما كلمني الاستاذ محمد مصلحي برضو يمكن انا عايز اشكره طبعا على الهوا على دي مثلا فيها عمل. الكره دي كانت جون ما دخلتش ممكن. هو بتعمل عمل وانا عامل كان زماني. طب اعمل ايه طيب؟ اهو هعمل ايه؟ صدى مش انت ده. لا انا برضو انا بعد ما مشيت الدنيا الحمد لله اتحولت معايا جامد يعني. شفت الجنب ده اهو جامايكا كله في اهو بص جنب. انا بقول لك الموضوع اتحول معايا 360 درجه. بعد ما مشيت من الزمالك العمل اتفك. تشيل بقى من هنا وتشيل من هنا. لا خلاص الموضوع معايا بقول لك 360 درجه. هو انت الوقت من الاوقات شكيت ان انت معمول لك انت كمان عمل ولا ايه؟ لا 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 بص الحمد لله انا سايبها على ربنا و اصلي وبقول اذكاري على قد كده. والله والله العظيم ثلاثه شكلك كان الموضوع شاغل بالك. لا لا خالص والله لا. الحمد لله يعني ما بقول لك سيب على ربنا دايما. صحيح. الحمد لله. من ضمن المدربين اللي اتعاملت معاهم مين اكتر مدرب انت حاسس ان انت يعني طلع من عماد السيد كتير؟ مدربين حراس المرمى. مدربين حراس المرمى طبعا. بص يمكن انا دايما الفترات بتاعت طلائع الجيش معايا دي احسن فترات ليا. يمكن بدايه من اول سنه اشتغلت مع كابتن اسامه عبد الكريم. وتاني سنه مع كابتن محمد يونس طبعا. وتالت سنه مع السنتين بقى اللي هم يعني يعتبر اللي هم رجعوني امب وودوني زمالك. سنتين مع كابتن سيد السوركي. مع كابتن سيد السوركي بصراحه يعني مدرب اسماعيلي. وخلي بالك الثلاثه مدربين كويسين جدا جدا يعني كابتن اسامه وكابتن محمد يونس وكابتن سيد السوركي. الثلاثه مدربين محترمين. بس انا بقول لك يمكن السنتين دول فرقوا معايا جامد. فرقوا معاك. كابتن سيد وكابتن محمد يونس السنتين دول. طيب وانت في امبي كنت متالق قوي الدنيا كانت ماشيه معاك كويس. ليه ما يعني ليه ما كملتش في امبي يعني طالما انت ماشي وراكب وانت الجون الاساسي وبتاع. وانا لسه كنت بتكلم على فكره مع كابتن عبد الناصر محمد في مداخله على الهوا فبيتكلم معاه بيقول لي انا عندي ثلاث حراس محمود جاد هو الحارس دلوقتي اللي بيلعب وماشي والدنيا ماشيه. فبكلمه بقول له طب ممكن يجي له عرض او جاله عرض او حاجه زي قال لي بيجي له الناس اتكلمت بعض الناس اتكلمت في يناير بس امشيه ويبقى عندي اثنين حراس وامشيه وانا يبقى عندي مشكله. اقصد ان الفرقه برضو كانت بص كنت أنا انت فيها أنا رقم أنا مهم يعني. انا موضوع انبي انا كنت ماشي كويس جدا. أيوة. جدا يعني يمكن انا اتفاجئت في فتره من الفترات. خلاص السنه خلصت انا عامل سنه كويسه جدا. اتفاجئت ان انا في كلام ان انا يبيعوني بمبلغ ويجيبوا كان عمرو حسام وعمرو موجود دلوقتي. فانا ما اعرفش بقى الله اعلم مين بالظبط اللي كان بينخور ورايا في موضوع انبي. بيوصل بقى حاجات غلط للكابتن عبد الناصر. حد بينخور. هي كده ما قالش غير كده ان انا عامل سنه كويسه جدا. لان انا جيت في فتره برضو من الفترات يعني ايه بينخور مش الحكم في النهايه للاداء في الملعب وانت ادائك كان كويس اداء يعني كان كويس جدا. طيب جدا. يعني ايه بقى ما انا السنه دي رحت منها زمالك. ايوه ما هو ده السؤال. وكنت ماشي كمان مع الكابتن ايهاب جلال الفتره دي كان واللي كان طالبني في الزمالك برضو كابتن ايهاب جلال لما مشي من انبي وراح الزمالك. وبعد ما الكابتن ايهاب جلال مشي لقيت الدنيا بدات يعني في كلام بقى ان هو ايه لا نبيعه نستفيد ماديا طب مش عارف ايه حاجات كده زي ما بقول لك. دخل حد
في دماغ الكابتن عبد الناصر ايه هي؟ الله اعلم يعني. حاجات بقى الله اعلم بيها. بحب الكابتن عبد الناصر جدا على المستوى الشخصي جدا يعني، حد محترم جدا. طب انا جيت جاء عمرو حسام هيجيبوا عمرو فهيبيعوني، فلقيت حد بيقول لي، لقيت كابتن خالد بيقول لي اصل لو بيقولوا، قلت هم مين اللي بيقولوا؟ بيقولوا ان انت لو جيت فتره ومع عمرو حسام مش هتقعد له، مش هتقدر تقعد تعمل مشاكل. انا عمري ما عملت مشكله يعني، انا من ساعه ما لعبت كوره عمري ما عملت مشكله على لعب وعدم لعب. بتتضايق في نفسك؟ اتضايق في نفسي واتمرن، بس انا مقتنع ان اللعب ده رزق ونصيب، وانا شايف ان انت لما بتلعبش في فتره هو ده خير. ربنا شايف ان ده خير ليك، ربنا شايل لك خير وهيعوضك بيه. انا السيناريو كله بتاع ماتش الداخليه في دماغي دايما، حتى قبل ما يحصل لي في دماغي ان انا ممكن العب واتعور، ممكن ابقى مستعجل على حاجه ربنا يديها لي خد، بس مش هتبقى زي ما انت عايز. فدايما بصبر، بتمرن جامد وبصبر. فعمري ما عملت مشكله على لعب وعدم لعب. يعني انا افتكر مره موقف في انبي، كنا مسافرين نلعب الرجاء السنه اللي كان فيها الرجاء في الدوري، فهم عايزين يغيروا، عايزين يجربوا، وكان هيلعبوا البلعوطي. ايوه رجاء مطروح. رجاء في مطروح في اسكندريه. قبل الماتش لقيتهم بعتوا جابوا محمود جاد. فانا بقول لكابتن ايمن بسيوني، قلت له يعني هو جاد جاي مثلا جون تالت في حاجه؟ بقول له ممكن عايزين نلعب البلعوطي بكره نجربه، فممكن انت لو مش عايز تقعد ما تقعدش. تقول لي ما اقعدش، اقعد احتياطي. ايه المشكله يعني؟ قال لي انت ما عندكش مشكله؟ قلت له ما عنديش مشكله خالص. يلعب، ولو جاد عايز يلعب، كان جاد لسه في الناشئين، لو عايز يلعب يلعب، انا ما عنديش مشكله واقعد له. انا عمري ما عمل مشكله على لعب وعدم لعب. وانا فعلا والله ابراهيم عمري ما عملت مشكله على عدم لعب خالص خالص. بتضايق بس، لكن ما عندكش اكشن، ما عندكش اكشن ضد الفريق او ضد المدير الفني. انا على فكره انا بقول لك مستر جوريس كان متفق معايا ان انا هلعب ماتشات الكاس. كمان ماتشات الكاس؟ ماتشات كاس مصر. فلعبت اول ماتش اللي هو كنا بنلعب فرقه درجه ثانيه تقريبا او ثالثه، اللي ابراهيم حسن جاب فيه الجول. فسافرنا اسكندريه، لعبنا لعبنا هنلعب بالانتاج. فخلاص انا رايح هلعب، وبرده مظبط نفسي ان انا هلعب وكل حاجه. فجأة لقيته بعت لي برضه يوم الماتش الصبح الراجل، فقال لي انا بجيبك بكلمك ان انا عندي النقاز مش هيلعب، وعبد الله جمعه مش هيلعب، والونش مش هيلعب، وعبد الله جمعه مش هيلعب، فانا هغير ثلاثه في المركز اللي ورا. هلعب حازم، وهلعب عبد غني، وهلعب بهاء مجدي. فانا خايف عليك يعني؟ فانا لا مش خايف، انا خايف اغير كمان جنش، يبقى عندي مشكله في الخط كله. انتوا ما بتلعبوش مع بعض بقالكوا فتره. يعني هي جت على الجون يعني؟ ما انت خلاص بقى، ما هو جون، ما هو جون. جنش كان ماشي كويس اول الفتره دي بصراحه. فهو شايف ان الثلاثه اللي قدام لو مش فايقين مع جنش، عنده حساسيه الماتشات اكتر وكده، فجنش ممكن يشيل عنهم يعني. هيشيل عنهم. غير ان انت تبقى انت مغير اربعه في الخط اللي ورا، مفيش الا محمود علاء بس، واحنا الاربعه ما بنلعبش بقالنا فتره. ماشي. فقلت له مفيش مشكله خالص، اللي انت شايفه لمصلحه الفرقه ما عنديش مشكله. فهو حتى اتفاجئ من رد فعلي ان انا ما اتكلمتش او ما عملتش مشكله. بالعكس، لقيني نازل بسخن مع جنش عادي، وبتكلم برده بره عادي زي ما بقعد على الدكه، ما ببطلش كلام، يا محمود علاء مش عارف، يا وينش كده، زي ما بقعد دايما انا دايما كده. فجينا تاني يوم بنتمرن، كنا في اسكندريه وكنا هنلعب المقصه في الدوري تقريبا، بعد اول ماتش اتاجل او اتلغى حاجه زي كده. فلقيته بعدها تاني يوم بعت لي برده بعد تمرينه الصبح، انا رحت اتمرنت جامد جدا برده زي ما بتمرن. فلقيته برده بعت لي، فقلت الله بقى مش كل شويه بقى في ايه بقى رايح جاي. فلقيته بيقول لي انا بشكرك. فقلت له تشكرني على ايه؟ قال لي بشكرك ان انت ما عملتش مشكله. ثانيا ما فيش صحفي عرف ولا حد كتب ان انا كنت ان انا قايل لك ان انت هتلعب اصلا وما لعبتش او او او. قلت له لا، انا دايما انا ما عملش مشكله خالص، مش مشكله وما طلعش خالص والله. صحيح، بتمرن ما عنديش مشكله خالص، العب اقعد ما عنديش مشكله. نروح لفاصل، وبعد الفاصل تحكي لي بقى على الحاجات اللي انت مش عارف تحكيها. ماشي. تقول لي كان ايه، انت لقيت ايه في الجزمه بتاعت الونج؟ الونج. طب احنا لسه على الهوا بجد؟ اقسم بالله. يا لهوي، لبستني. اطلع فاصل. لبستني. اطلع فاصل. ماشي. اجدد الترحيب بحضراتكم مره ثانيه، ولسه مستمرين معاكم في حوارنا مع كابتن ايمن الزاوي. انت ازيك كده؟ خلصت. كله كويس؟ تمام. الله يسامحك. تقل رجلك، انا لسه بقول لك ها نعمل كذا. تقل رجلك. ها قلت لي ها. طيب خليني اسالك بقى، محمد ابراهيم واحد من اللعيبه اللي انت قريبين منك، قعدت فتره طويله مع بعض في نفس الغرفه. احكي لي بقى،
على هيما وموافق معاه؟ لا محمد محمد لعيب كبير طبعا وشخصيه كويسه قوي. يمكن انا زعلت برده من الناس اللي زعلت لان مشيت من نادي الزمالك برده. محمد مش عايزه يمشي؟ والله ما كنتش عايز يمشي خالص بصراحه. محمد لعيب كويس قوي وجمهور نادي الزمالك بيحبه. محمد لعيب كبير. محمد كان لازم بس تصبر عليه شويه الفتره اللي فاتت لما خد دي. كان هيبقى كويس قوي، كان هيرجع لمستوى تاني. من اللعيبه اللي تحب الكره توصل لها محمد؟ طبعا محمد عنده حلول كويسه قوي في الملعب. يا هيما مساء الفل يا كابتن محمد. وحشت والله. هيما عامل ايه؟ وانت كمان وحشنا كتير جدا، طمنا عليك وعلى صحتك. والله انا كله زي الفل الحمد لله. كله كويس؟ هيما عامل ايه؟ عامل ايه يا حبيبي؟ اخبارك منور الشاشه والله مع ابراهيم حبيبي. ربنا يخليك يا رب. لسه بنحكي بقى بنتكلم على الـ يعني اهميه الصحوبيه والصداقه والحاجات اللي شبه كده اللي بتفرق في الملعب. فبقول له انا عارف ان انت والكابتن محمد ابراهيم كنتوا في اوضه واحده لفترات طويله في اغلب التواجد مع نادي الزمالك، فقال لي ان هو زعلان انه من اللعيبه اللي زعل عليها ان هي مشيت من نادي الزمالك. علاقتك ازاي كانت عامله بعماد؟ وبعدين هسالك سؤال له علاقه بنادي الزمالك ورحيلك عنه. لا عماد اخويا، عماد احنا متربيين مع بعض في النادي، يعني احنا مع بعض من ايام السكن. عماد اخويا الكبير وتربطني بيه علاقه كويسه جدا، لان انا اعرف عماد من وانا صغير ايام ما كنت موجود في النادي، ايام ما كنا قاعدين تحت المدرجات. عماد اخويا يعني، وانا مشكور طبعا على الكلام الحلو اللي قاله عليا، ومش محتاج انا اتكلم على عماد لان عماد عارف الحمد لله الناس كلها عارفه اللي بينه وبين عماد يعني. من الناس اللي، وزي ما انت قلت، الاصدقاء والعلاقه دي اهم حاجه ابراهيم، هي اللي بتفضل بعد ما الواحد يبطل او بعد ما بتقعد في البيت او بعد ما بتمشي من اي نادي، بتفضل العلاقه الكويسه اللي ما بينك وبين الناس اللي بتحبك بجد. فعماد من الناس اللي انا بحبها ومن الناس اللي هم قريبين ليا في الفتره اللي فاتت يعني. حبيبي صحيح الله. صحيح. عايز تقول له ايه؟ لا محمد، محمد طبعا انا عارف ان الوضع صعب عليه برده وهياخد وقت على ما يتاقلم برده في المقصه. يمكن الناس في يوم وليله عايزاه يرجع لمستواه ده. طبعا استحاله في الكوره، الراجل راجع من اصابه كانت يعني كل الناس كانت بتقول ان هو هيبطل. يمكن انا عشت الفتره دي معاه برده. محمد من النوعيه العنيده شويه، محمد داس على نفسه. هو بس زي ما قلت لك الموضوع محتاج وقت مع محمد. ان شاء الله محمد يقدر، هو عنده عنده المقومات دي ان هو يقدر يرجع ان شاء الله. وكلنا مستنيين محمد اللي هو محمد ابراهيم بتاع زمان ان شاء الله. صحيح. يا كابتن محمد خليني اسالك بقى، مشيت ليه من الزمالك؟ ايه اللي مشاك من الزمالك؟ اللي مشاني والله ابراهيم انت ما تعرفش الظروف ايه يعني، ما تعرفش الدنيا فيها ايه. انا يعني انا الحمد لله لحد اخر يوم كنت ملتزم مع النادي بكل يعني بكل حاجه كان الواحد يقدر يلتزم بيها كنت ملتزم بيها الحمد لله. وعماد عارف الكلام ده، عماد كان على طول معايا وعارف الكلام ده، كان هو وعماد والناس اللي في الفرق القريبه مني كانت عارفه الكلام ده كويس. فبس فانا فوجئت اللي احنا وانا في ماتش الاهلي فوجئت بقرار الاستغناء بتاعتي اللي راحت المقاصه كان في ماتش الاهلي تقريبا. وبس فطبعا انا ما كنتش عاوز امشي يعني ما كنتش عاوز يعني. الحمد لله الناس اللي تعرفني كويس جدا تعرف ان محمد ابراهيم ما بيكشش ولا بيخاف من حد الحمد لله. صحيح. بس انا حبيت ان انا خلاص الناس اللي الناس مش حابين وجودي فلازم اخرج يعني باسلوب يليق بيا ويليق بالفتره اللي قضيتها بالنادي وفي نفس الوقت ما يكونش حد يزعل مني. فخدت السكه السهله ورحت قعدت مع الناس والناس اللي انا قعدت معاهم يعني ناس محترمه. ومن هنا الحمد لله يعني انا مبسوط مع في المقصه دلوقتي وكل شيء نصيب. انت عارف ابراهيم في الاول وفي الاخر كل شيء نصيب يعني. صحيح. ربنا يكرمك ويوفقك وحبينا ان احنا نمسي عليك يا كابتن محمد. انا بشكرك شكرا جزيلا. حبيبي ايوه شرف لي. ربنا يخليك يا حبيبي. ربنا يخليك. بشكرك شكرا جزيلا كابتن محمد ابراهيم نجم نادي الزمالك وحاليا المقاصه. بيبقى صعب على اللعيبه اللي بتفضل فتره طويله جوه فرقه الاهلي او الزمالك ان هي تمشي، وده خليني اسالك انت عرفت ازاي تتجاوز الحته دي؟ بص هو انا بالنسبه لي الموضوع كان مختلف شويه. يمكن انا مش دلوقتي انا قبل كده قبل كده قبل كده الموضوع كان صعب. صعب صعب جدا جدا. بتاخد وقت على ما تتاقلم وبيبقى قدامك كذا سيناريو ان انت لو يعني لو مشيت وما لعبتش وما كنتش كويس الموضوع بالنسبه لك. وفي امثله كتير يعني، في لعيبه كتير كانت كويسه مكسره الدنيا جوه الاهلي وجوه الزمالك خرجت بره ما اتاقلمتش. والوضع بس بيختلف ان انت تاخد بس على المكان وتاخد على الجو بقى. انت بتلعب في اهلي او زمالك الساعه 2 دي ما بتشوفهاش خالص. ما تمارش ما بتلعبش ماتشات الساعه 2. انت بتلعب بره بتروح تلعب مثلا طنطا في طنطا كله بالليل.
وانت في الزمالك والاهلي بتلعب بالليل الدنيا كويسه ملعبك معروف، لكن انت بره في الانديه بتلف بتلف، ولو كمان رحت نادي مثلا الملعب بتاعهم ثابت، مره في استاد القاهره في الفرعي ومره مش عارف دي حاجات مش هيحسها حد غير اللعيب نفسه. طبعا طبعا، لكن اللي انا خلي بالك يمكن دي برده كانت نقطه كانت نقطه فاصله مع كابتن عبد الواحد السيد برده. كابتن عبد الواحد لما مشي صحيح مش راح، وانا على فكره السنه اللي اعتزل فيها انا قلت له ما تعتزلش، قلت له خلاص انت خدت الصدمه انت خلاص كمل بقى، خلاص كمل بقى انت خلاص خدت الصدمه بتاع اول سنه دي، اللي هو بتصحى الساعه 12 مثلا، انت كنت متعود بتلعب الساعه 7 بالليل بتصحى الساعه 2 الظهر، لا انت في ماتشات بتلعبها الساعه 2 الظهر وهو في المقصه، فبيضطر يصحى الساعه 10 ونص عشان يفطر عشان هيلعب ماتش الساعه 2 ونص. فانا قلت له كمل، بس هو كان واخد قرار خلاص ان هو يعتزل. الموضوع ده صعب جدا، موضوع ان انت بتاخد وقت على ما تتاقلم مع الفرق والتوقيت والحاجات دي كلها بتاخد وقت معاك. طبعا كابتن امير عزمي مجاهد بيقول لك انت مالكش حل في اخر ربع ساعه على الدكه، ايه القصه دي؟ هو بعت لك ايه القصه دي؟ لا يعني برضه شويه توقعات كده برضه على الهوا. دلوقتي على الهوا. على الهوا المره اللي فاتت قلت لك انا هاف، انت ما قلتليش هنروح دي، انت قلت لي رحنا هنروح فاصل خلاص فطلعت. لا بقول لك هنروح فاصل وتبقى انا استعجلت بقى، رحت انت استعجلت مستعجل، بس عادي عدت. عادي عدت، محدش اخد باله منها خالص غير انا وانت ومصر بس. مصر كلها مش مشكله عادي، انا بتكلم بحسن نيه. لا امير مش عارف والله، يعني مش عارف ايه اخر ربع ساعه على الدكه مالكش حل. خلاص بقى بنبقى كسبانين الدنيا حلوه وبتاع بقى. خلاص الدنيا إيه بتتشد بتروح بقى، فبنقعد نضحك ايوه هتحكي لي حاجه برضو يعني في حاجه، انا فاكر حاجه خلاص حاجة. انت بص دمرتني. تحب تاخد فاصل تاني ولا خلاص؟ الفواصل بتاعتك بتعمل زي الحقن. انت حقنه دلوقتي خلاص، دي حقنه. لا ما تخافش، خليني اسالك الاول بس قبل ما اروح للفاصل، عشان بعد الفاصل هيبقى عندنا السبوره. عندك تخيل الدوري ممكن يرجع ولا لا؟ عندك تخيل انه في ظل الظروف الصعبه اللي احنا بنعيشها ديت، اذا اتقال مثلا الدوري هيتلعب في شهر 6، الفرق كلها تبتدي تستعد في وقت قد ايه مثلا عشان تقدر ترجع بدنيا وفنيا؟ بص انا اتمنى طبعا الدوري يرجع، بس خلينا نتكلم بصراحه شويه، انا شايف ان هو صعب. صعب وانت عارف كده كويس على فكره، انت عارف ان هو صعب، صعب يرجع دلوقتي في التوقيت ده. انت بتتكلم لحد 15/4، انت الفرق مريحه من يوم 10، يعني من يوم 10/3 الفرق مريحه. صحيح. فانت النهارده بتتكلم في 15، ده بتتكلم في 45 يوم او 35 يوم ومفيش اي تمرين. بص اجازه سلبيه، هتقعد تقول لي بقى بتمرن في البيت، بعمل بطن في البيت، بعمل ضهري في البيت، الكلام ده كله ياكلش عيش. طبعا مع لعيب الكوره ما ياكلش عيش، انت محتاج فتره اعداد من اول وجديد. هنفترض ان انت رجعت 15/4 وقالوا اتمرن، ان شاء الله يكون ربنا بس يكرمنا، اهم حاجه الموضوع ده ينتهي، اقول لك ارجع اتمرن، مش محتاج اقل من شهر. مش اقل من شهر. مش اقل من شهر عشان تبدا الناس تبدا تاني ترجع للفورمه بتاعتها وبدنيا وكل حاجه. صحيح. فانا شايف الموضوع صعب. الموضوع صعب. هروح لفصل وبعد الفصل لسه متواصلين مع حضراتكم وحوارنا مع كابتن عماد السيد. لسه مستمرين مع حضراتكم ووصلنا للجزء الاخير فقره السبوره، بس قبل فقره السبوره يمكن سالتك على المدربين اللي انت اتمرنت معاهم، كابتن خالد جلال فترته كانت عامله ازاي؟ لا كابتن خالد برضه عايز اقول حاجه، كابتن خالد اتظلم برضه. اتظلم؟ كابتن خالد الدوري ما ضاعش مع كابتن خالد. يعني الدوري ضاع قبل ما كابتن خالد يجي، الدوري ضاع، احنا مقتنعين كده يعني كلاعيبه كده. مقتنعين؟ طبعا كابتن اتظلم يعني. اتظلم طبعا، اتظلم. واحنا كمان انت لو بتتكلم في فرق ايام جروس كان 13 بونت و14 بونت، فانت جبت كابتن خالد خلاص الدوري لازم تكسب كل الماتشات عشان تلعب الاهلي ماتش فيصل كمان، تكسب الاهلي. عامل زي الظروف الصعبه اللي انت اللي جه فيها عمر صلاح كده، اللي اتلعب فيها عمر. اللي لعب فيها عمر، فهو برده زي ما بقول لك كده برده يعتبر دفع فاتوره مش فاتورته برده نفس. طبعا. صحيح. نروح للسبوره. انت خلاص كده المفروض مش عايز مني حاجه تاني، لازم منك حاجه على طول. والله العظيم مبروك كده خلاص، محدش بيتقال ده خلاص. امشي بقى خلاص. لا تقولش كل حج طيب عشان ما عايزين نسلم على الكابتن احمد حجي، سلام كبير جدا جدا. عشان دي على الهوا. عايز تقول حاجه يا حج كده خلاص؟ عشان الكابتن عماد السيد قال لي وانا ما اقدرش اكسر كلام. يلا بينا. ربنا يستر من عمرو بقى واسئله عمرو. لا تقلقش. اه
الزمالك استغنى عني بطريقة لا تليق بتاريخي، نعم أم لا؟ لا طبعا، زي ما قلت لك أنا ما أنا كنت طالب إن أنا أمشي، فلا. عينك في عيني كده؟ لا والله. ماشي لبعض. لم أشارك مع الزمالك بسبب ظلم الأجهزة الفنية، نعم أم لا؟ لا ولا دي ولا دي. مال؟ عشان جنش كان ماشي كويس، وده طبيعي، انت المركز ده ما بتغيرش فيه كتير، فده طبيعي. طب متصالح مع نفسك كده عادي انه 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 يعني انه عشان جنش كويس فانا ما عنديش مشكله؟ بص دايما ما بحبش ارمي، مش متضايق يعني ما عندكش السواد ده اللي هو بتاع؟ لا لا خالص بالعكس. انا يمكن بحب جنش جدا، يعني جنش على المستوى الشخصي بحبه جدا جدا. وزي بقول لك يمكن نجاحه السنه دي كان نجاح ليا. جنش صبر كمان، ما هو جن الصبر. عشان كده بقول لك انت دايما الحاجه اللي انت دايما بتبقى مستعجل عليها ما بتجيش زي ما انت عايز. صحيح. غير لما انت جنش برضو عامل زي كده من النوعيه اللي هي بيتمرن كويس وسايب على ربنا ونعم بالله. اللي بعده، هناك لاعبون داخل الزمالك كان هدفهم اسقاط جروس، نعم ام لا؟ لا لا خالص. لا 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 لا، احنا زي ما قلت لك احنا كنا كلنا متفقين. الكونفدرالية احنا يمكن أسوأ الظروف، يعني كنا في محطوطين في ظروف صعبة جدا. يمكن انت في مجموعتك آخر فرقة في المجموعة وعمالين يتريقوا عليك وحصلت المجموعة ومش عارف ايه. يمكن احنا الماتش بعد ما تعادلنا هنا تاني ماتش كنا رايحين الجزائر، قعدنا كلنا مع بعض، الجزائر أو المغرب تقريبا، قعدنا كلنا مع بعض اللعيبة بالليل قبل الماتش واتفقنا ان احنا ان شاء الله البطولة دي هنجيبها لو لوحدنا، لو ما معناش جهاز. ياه. اه والله ده حقيقي. عشان جمهور الزمالك، عشان جمهور الزمالك، وعشان احنا اللي احنا حاسين ان احنا تعبنا في البطوله دي. يعني احنا عشان خاطر جمهور نادي الزمالك احنا لازم نجيب البطوله دي، كان كل تركيزنا على البطوله دي. بعده، مباراه الاهلي السبب في رحيلي عن الزمالك، نعم ام لا؟ لا لا خالص. قبلها كنت، قبل الماتش كمان انا كنت مخلص اصلا خلاص، كنت في الاتحاد وكان النادي مخلص مع النادي وخلاص، وانا لو مش كويس كان ممكن اقول مش هلعب. وخلي بالك برضه انا عايز اقول حاجه، عشان في ناس برضه بتربط ماتش الزمالك ماتش الاهلي انه ضيع الدوري. لا ماتش الاهلي انا لاعب الدوري كان خلاص اتحسن. لا ما كان خلاص، انا لعبت ماتش اسماعيلي كسبنا عشان نلعب بطوله افريقيا، عشان نلعب افريقيا السنه دي. ايوه خلاص، هو ماتش الدوري كان اتحسن، يعني انا ما ضيعتش دوري. اللي بعده، جروس فاجأني بزياره لمده ساعتين في السعوديه خلال معسكر الاتحاد، حصل؟ اه دي حقيقه. يمكن انا كنا نلعب الوحده ونطلع من الوحده على الماتش البحرين، اتفاجئت ان الجهاز كله جاي لي، جروس بالستاف بتاعه كله جاي لك انت تحديدا؟ اه جالي الفندق. ايه كان قال لك؟ ايه قعد معايا وقعد معايا فتره كبيره، قعد يسالني على الفرقه والزمالك واللعيبه، سالني على اوباما ما بيلعبش ليه الفتره دي، اوباما ما كانش بيلعب، سالني على اوباما ما بيلعبش والله ليه. والله متابع يعني؟ اه متابع. طبعا هو بيحب الزمالك قوي. اه طبعا بيحب الزمالك والله. اه والله. اللي بعده، جروس رفض ضم عامر للزمالك بسببك. هو مش عامر قوي برضه عشان الكلام ما يتاخدش على عامر، طبعا عامر جون كبير وجون كويس جدا جدا وفي اي مكان عامر هيضيف ليه، بس هو الراجل كان معترض على فكره ان انت تضم جون في شهر واحد او انت تضم جون عامه. يعني هو لو كان كمل ما كانش هيجيب جون. اللي بعده، جروس اقنع لاعبي الزمالك بفكره عدم اجراء التغيير الثالث في محاضره. اه دي حقيقه. خلاص اقتنعت؟ خلاص اقتنعنا بقى خلاص، ما انت محدش يكلمني بقى بعدين، ما انت خلاص انت شفت اللي بيحصل فخلاص. لازم تقتنع. اللي بعده، ندمت على عودتي الى الزمالك، نعم ام لا؟ لا طبعا، ولو انا عندي 100 سنه والزمالك طلبني هرجع طبعا. والزمالك هيحتاجك وبقى عندك 100 سنه تقف جون. اه حد هيبقى عايش 100 سنه اصلا. بس نعدي. لا بس انا قصدي ان احنا نعدي بس من فيروس كورونا ده. ونعدي نعدي بالحظر احنا راجعين. انا جايب ساعتين. يلا بينا. رحيل كهربا عن الزمالك لم يكن مفاجاه للاعبين، نعم ام لا؟ لا كان مفاجاه طبعا. كان مفاجاه. اه كان مفاجاه، لان كهربا يعني علاقته كويسه قوي بينا وبالنادي وبالجمهور، والجمهور كان بيحبه جدا. انت نصحته بايه؟ نصحته ما يمشيش بصراحه. نصحته ما يمشيش. اه ما يمشيش. ليه؟ بص هي بتبقى كيمياء، انا شايف ان هي كيميته في الزمالك كانت ماشيه. ماشي. تفتكر كيميته في الاهلي مش تمشي؟ مش عارف، بس هتمشي. كهربا لعيب كويس طبعا. كهربا لعيب كويس هتمشي. اللي بعده، اللي بعده، تاني عمر.
مكالمه محمد مصالحي سبب تفضيلي للانضمام للاتحاد السكندري، نعم ام لا؟ نعم طبعا. الراجل ده انا يمكن انا ما خدش حقه معايا في الحلقه دي بصراحه، بس هو راجل يعني انا عايز اقول لك هو موفر كل حاجه لنادي الاتحاد، بيعشق حاجه اسمها الاتحاد، بيعشق حاجه اسمها اسكندريه، نفسه النادي ياخد بطوله في القدم بصراحه. يمكن احنا البطوله العربيه السنه دي يمكن ما كانش لينا حظ قوي في الماتشين، لو اتفرجت على الماتشين بتوع الاسماعيلي احنا الماتشين يعني ما نخسرش خالص. فطبعا بشكره على الهوا وربنا يكرمه دايما كده ويفضل دعم لنادي الاتحاد على طول ان شاء الله. بعد الاتحاد عاقبني بسبب غيابي عن تدريبات بعد مباراه سموحه، نعم ام لا؟ بص هو الموضوع مش كده برضو، عشان الناس في اسكندريه برضو يمكن انا اللاعب الوحيد يعتبر ما ريحتش، انا لعبت 21 ماتش معاهم ما ريحتش. يمكن انا حسيت بان الموضوع بقى فيه سوء توفيق شويه بعد ماتش سموحه. بصراحه يعني كابتن طلعت من الشخصيات الجميله اللي انت قدرت تتعامل معاها، مدرب محترم جدا، مدرب تعرف تاخد وتدي معاه يعني كأب. ايوه فانا قعدت معاه بعد ماتش سموحه ان انا محتاج ان انا اريح، محتاج ان انا بعد ماتش او ماتشين وكنت هرجع الدور الثاني، وده كان اتفاقي معاه يعني ان انا اتمرن جامد برده ثاني والملعب موجود، وانا كنت شايف ان يعني هو لما قعد معايا برده بصراحه يعني كان شايف ان انا لازم اريح ماتش او ماتشين. ايوه ابعد شويه يوحشك الملعب وارجع ثاني وارجع ثاني. صحيح. اللي بعده اختيارات الحارس الذي يستحق حراسة مرمى الزمالك، جنش، أبو جبل، عواد، واحد من ثلاثة. جنش. أفضل مدرب تدربت تحت قيادته، جروس، إيهاب جلال، طلعت يوسف. كابتن طلعت طبعا قيمة كبيرة، كابتن طلعت وكابتن إيهاب. خدت يعني خدت من كابتن طلعت حاجات كتير وخدت من كابتن ايهاب حاجات كتير جدا برضو يعني. الاثنين بصراحه. اللي بعده لاعب حزنت لرحيله عن الزمالك، كهربا ولا حمدي النجاز ولا محمد ابراهيم؟ لا محمد ابراهيم. لاعب اتمنى انضمامه الى الزمالك، عبد الله السعيد ولا حسام عاشور ولا احمد فتحي؟ عبد الله طبعا. عبد الله السعيد. الحارس رقم واحد في مصر مين؟ الشناوي، ابو جبل، المهدي، سليمان. الشناوي الفتره دي الشناوي بصراحه عامل سنتين كويسين قوي ورا بعض ومستوى ثابت وكل ماتش ليه بصمه، وابو جبل جاي برضو. اخر حاجه واخر سؤال، افضل فتراتك الكرويه ايه؟ امبي، زمالك، الاتحاد، الجيش. الاتحاد انا شايف السنه دي من احسن ماتشات ليا باستثناء ماتش سموحه، زي ما بقول لك في سوء توفيق، مع ان انا قبلها شايل يعني حتى لما بغلط مثلا ببقى شايل حاجات قبلها حاجات صعبه. انا شايف الاتحاد. يا كابتن عماد انت شرفتني بعد ايه؟ ربنا يستر يا عم، انت حسستني ان انت قلت خلاص بقى ماشي بعدين بقى ده فاصل ولا لسه؟ لا خلاص احنا لسه ما خلصناش. طيب انا قلت لك انا خلصت، انا قلت لك انا نهيت. انت اللي تحكم. انت لبس. الناس اللي تحكم. الناس اللي تحكم. انت تعبيرات وشك الرياكشن بتاع وشك الدنيا حقا ان احنا خلاص خرجنا. لا بعدين ماشي خد بالك انا لسه على الهوا. انا بقول لك خلاص اديني بقى فرصه اشكرك يا كابتن عماد، اشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا، نشوفك ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. حلقتنا خلصت النهارده، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، بشكر فيا عمل بيه الكامل، نشوفكم ان شاء الله باذن الله الاسبوع الجاي يوم السبت في نفس الميعاد. تصبحوا على الف خير، سلام عليكم. احنا خلصنا.